احنا كنا ساكنين بدرعة مخيم درعة، عمرنا هناك غرفتين ومطبخ. اجت دبابة ضربتهم قذيفة هدت نصهم علينا. انا كنت اشتغل طيان، يوم صارت الاحداث هاي مرضت وما عاد اقدر اشتغل بالطيان مثل الاول. صار لي هون سنة ونص وانا قاعد ابيع العربة ايام فول ايام عرانيس. اطلع كل يوم الصبح الساعة 10 اترزق قلب البلد، ابيع بسكوتات، ابيع بطاطس يشتري للعالم. اطلع لي 200 600 ورد ارجع الدار، ايام نبيع ايام ما نبيع. وعندي يعني عيله 18 نفر، والعربايه ما تعيشنا، ولادي ما انا ما اعرف عنهم شيء. صار لي سنه ونص ما اعرفهم وين صاروا، هم ماتوا هم طبوا ما بعرف. كنت انا واقف قدام المدرسه قاعد ابيع بسكوت وما بسكوت وهيك شغلات للاولاد. واولادي بالمدرسه انا عندي اولاد اثنين، اجت الطيه صارت تحوم فوق وفوقينا ضربه صاروخين. رحت اركض على المدرسه انا لقيت الطلاب اللي واقع بالارض واقع واللي مجروح مجروح. ابني محمود لقيته مجروح ايده ورجله، والبنت جاي يروح قزاز هي الشاق ايدها من هنا قاعدين تحت رحمة الله. مقطوع الكهرباء مقطوع الغاز عننا وحطب ما فيه، والطحين مدود اللي قاعد ناكل منه كل الطحين مدود يدزوا لنا اياه منتهيه مدته، وكل شيء غلي، الغاز غلي، يوم شهر يجي وعشر تشهر مقطوع. المواد الغذائيه كلها غاليه. بدي نروح مثلا نشتغل حاطين 20 حاجز، ما تقطع من حاجز لحاجز تغيب عليك النهار وانت ما لحق توصل على شغلك. الثورة الشعبية ما تنغلب. الثورة الشعبية بكل عمرها ما انغلبت بكل أنحاء العالم. من 50 سنة هم يلموا مصاري ويجهزوا صواريخ. احنا كنا نكيف يوم نشوف الصواريخ. كنا نكيف نقول هاي لإسرائيل، نفرح نصير نسحج. آخر شيء فتحت دايرين علينا.